انا سليمان رواشدي، اكاديميتنا اسمها اكاديميه الارسنال، سميناها ارسنال تيمنا باكاديميه الارسنال كونها من اقوى الاكاديميات في تخريج اللاعبين. الكابتن زياد عكوبه، الكابتن وليد فطافطه، الكابتن زياد هو الاستاذ تبعي والمعلم تبعي، بصراحه يعني فضله علي كبير، علمني الاسس الحقيقيه لتعليم كره القدم الناشئين، والحمد لله كل هذا النجاح انا بستمده موصول فيه. والشكر الثاني لكل اولياء الامور اللي هم اساس الدعم لي، انا ما نجحت لولا دعم اولياء الامور، هم اللي حطوا ثقتهم فيي، هم اللي دعمونا، هم اللي استمروا معنا سنوات، والان احنا متصلين ببعض بهذا النجاح، وبشكرهم جميعا. شعارنا من لما افتتحناها طموحنا يعانق السماء. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الكابتن سليمان الرواشدي. بداية يسعد مساك. يسعد مساكي ويسعد مساء جميع المشاهدين. كلك ذوق. في البداية طبعا حضرتك صاحب أكاديمية أرسنال لتعليم كرة القدم وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. احنا أنا سليمان الرواشدي، أكاديميتنا اسمها أكاديمية الأرسنال، سميناها أرسنال تيمنا بأكاديمية الأرسنال كونها من أقوى الأكاديميات في تخريج اللاعبين. بسنة 2014 لما افتتحناها كانت الأرسنال مخرجة كثير لاعبين، فتيمنا فيها عملناها. الأكاديمية الآن الحمد لله رب العالمين صلها 9 سنين من النجاح، بدأت بعدد بسيط، الآن كبرت لما الحمد لله الآن صارت أرقام كبيرة وبمئات اللاعبين، والحمد لله رب العالمين. تمام، بس تحكي لي اكثر انت كيف اجتك فكره انشاء هاي الاكاديميه؟ بجوز احنا جيلنا بيعرفوا الشباب اللي بعمرنا انه ما كانت الفرصه كبيره ككره قدم. كره القدم كل الناس بتحبها، العالم كله ما اجتمع على شيء الا على كره القدم بالحب، هو الشيء الوحيد اللي اجتمع العالم كله عليه. كره القدم ايامنا ما كانت في اكاديميات تجهز اللاعب، كان شوي محتاج دعم اكثر بكره القدم. كان يدخل لاعب كرة القدم بعمر 15 سنة و 14 سنة على الأندية، لأن الوضع اختلف. احنا في عنا لاعبين أجوني بعمر 5 سنوات وعلى عمر ال 14 سنة يكون صار لهم 9 سنين و 8 سنين عندي يتمرنوا فيها، عمر تدريبي عالي، فلما نوديهم على الأندية رفعنا كفاءة الأندية. الآن الحمد لله رب العالمين ما في نادي بالأردن إلا في 3 إلى 4 لاعبين من أكاديميتنا، وبكل فئة عمرية موجود لاعبين من عنا، وهذا هدف الأكاديمية الأساسي. نعم، بس شو هي أهم الخدمات اللي عم تقدموها عندكم بهاي الأكاديمية؟ الرياضة بشكل عام بتجذب الناس إلى الطريق الصحيح. أجمل شيء اللاعب يكبر على كرة القدم وبيبعدوا عن نحكي أمور ثانية ممكن إنه يمشي فيها. بشكل عام الرياضة هي شغف للطريق الصحيح. نعم، بس شو اللي عم بيميزكم عن الأكاديميات الثانية؟ اللي بيميزنا إنه إحنا عنا هدف ورسالة. احنا في عنا مقسمين الاكاديميات لعده اقسام، في عنا ليفل A لاعبين متميزين بندربهم على ملعب 11 بنجهزهم بمستوى عالي وليفلز عالي، وفي عنا فئات البي زي اللي انت شايفتها هون بنقسمهم على ملاعب اصغر وبنأسسهم، واللي بيكون متميز فيهم نتبناه بشكل مجاني على فئات الA. نعم، ومن فئات الA بنوديهم على الانديه الاردنيه وبنضل متابعينهم ما بنوقف، والآن الحمد لله في لاعبين وصلوا فريق أول مع أنديتهم. وهذا إشي إحنا فخورين فيه. نعم، فهذا بيميزنا. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ لا، رؤيتنا المستقبلية أنا طموحي نوصل أعلى مكان ممكن في كرة القدم. قبل 6 أشهر طلعت على دبي، فتحت هناك شركة تسويق لاعبين.
تابعة للأكاديمية هون، والآن هي قيد الإنشاء ومنشتغل عليها، ومن هناك راح نفتح إن شاء الله خط على أوروبا للأندية الكبرى هناك. بدنا نحاول نوصل لطموحنا، احنا شعارنا من لما افتتحناها طموحنا يعانق السماء، فان شاء الله انه نقدر نوصل لطموحنا ان شاء الله. بس احكي لي شوي عن اهم المشكلات اللي انتم عم بتواجهوها بهذا القطاع. بهذا القطاع المشاكل اللي بنعانيها، انا كسلمان الحمد لله ما عندي مشاكل، في يعني ممكن تحديات تكون موجوده احنا قدها، لكن مشاكل ما عندنا. بشكل عام الاردن في تطور الان، انا اللي برايي الشخصي يفترض انه نستثمر في الصغار على خطه بعد 15 سنه بلش يجي مفعولها. الاردن شوي ماديا عندها ضعف، فاحنا بنقدر نعوض هذا الحكي، ناسس هذول الصغار، ننشئهم، نشتغل عليهم. كره القدم صارت تتعامل بالمليارات وليس بالملايين ومئات الملايين، صار صفقه اللاعب 200 مليون، فاحنا بنقدر نكسر هاي الامور، نقدر نعمل شيء ايجابي للبلد مستقبلا ويرفع الكره الاردنيه بشكل كبير ان شاء الله. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله، ماذا ستقول له؟ جلاله ملكنا يعني هو القدوه لنا، وهو انسان نستمد منه القوه والابداع، هو دائما بشجعنا، بشجع الشباب، فالله يحفظه ويقويه ان شاء الله ويخلينا اياه ابونا جميعا. بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهالمرحله اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ الكابتن زياد عكوبه، الكابتن وليد فطافطه، الكابتن زياد هو الاستاذ تبعي والمعلم تبعي، بصراحه يعني فضله علي كبير، علمني الاسس الحقيقيه لتعليم كره القدم الناشئين، والحمد لله كل هذا النجاح انا بستمده موصول فيه. والشكر الثاني لكل اولياء الامور اللي هم اساس الدعم لي، انا ما نجحت لولا دعم اولياء الامور، هم اللي حطوا ثقتهم فيي، هم اللي دعمونا، هم اللي استمروا معنا سنوات، والان احنا متصلين ببعض بهذا النجاح، وبشكرهم جميعا. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل معك؟ تحكي لي اكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم. احنا موجودين بمنطقة طبربور بملعب القوات المسلحة، ومندرب كمان ليفلز ايه على ملاعب الجبيهة ال11. مكتبنا بجانب دوار الدبابة، في عنا ارقام، في عنا صفحتنا ارسنال فوتبول، جوردان ارسنال فوتبول اكاديمي على الفيس، على الانستا موجودة، فبيقدروا يتواصلوا معنا عن طريقها. شكرا لك. العفو، شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الكابتن سليمان الرواشدي على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا، يسعد مساك، وشكرا لك. يسعد مساك.